بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نبدأ مع أولى دروسنا بموضوع هام جدا وشيق جدا في مادتنا الجميلة والرائعة العلوم، وهنتكلم النهاردة عن الحركة في اتجاه واحد. يعني إيه الحركة في اتجاه واحد؟ مفهوم الحركة دايما مرتبط بتغير موضع الجسم بمرور الزمن. احنا عندنا هنا العنوان، ممكن ان احنا نقدر نفهم الدرس كله من خلال ان احنا نقسم العنوان لجزئين. اول حاجة ان احنا هنتكلم عن الحركة، وبعدين هناخد الحركة دي بعد ما نفهم معناها ونطبقها على نوع واحد بس من الحركة، هو الحركة في اتجاه واحد. ومعنى كده انه طالما في حركة في اتجاه واحد يبقى في حركة في اكتر من اتجاه، بس احنا هنا هنتكلم عن الحركة في اتجاه واحد بس. تمام؟ دي البداية. نرجع للي كنا بنقوله، انه مفهوم الحركة اصلا مرتبط بان جسم موجود في الحتة دي بعد 3 ثواني بقى موجود في مكان تاني. تمام كده معايا؟ انا دلوقتي او انت، تعال ناخد انت المثال اللي هنطبق عليه. تمام كده، ركز معايا. انت دلوقتي قاعد قدام الجهاز بتاعك وقاعد بتتفرج على الفيديو ده في نفهم. بعد 3 ثواني انت هتقوم تتحرك قدام في اتجاه الامام كده، تمام، 4 خطوات او 5 خطوات. تمام، فهتبص لنفسك او حد تاني هيشوف موضعك بعد 3 ثواني، هيلاقي ان مكانك الاولاني كان قدام اللاب او قدام الجهاز. بعد 3 ثواني مكانك اتغير، فالراجل ده بيقول عليك ان انت اتحركت. احنا بنقول عليك ان انت حصل لك حاجة اسمها حركة. اذا الحركة هي تغير موضع الجسم بمرور الزمن بالنسبة لموضع جسم اخر. يعني لما يتغير موضع جسم خلال فترة من الزمن بنقول على الجسم ده انه اتحرك. تمام كده، ده مفهوم الحركة بشكل بسيط جدا. فلو كان المسار بقى بتاع الحركة ده مسار مستقيم كده، فبنقول على الحركة دي انها حركة في خط مستقيم في اتجاه واحد، ودي ابسط انواع الحركة. ومعنى كده انه في حركة في اكثر من اتجاه هنتعرض ليها في دراساتنا بعد كده ان شاء الله. ومع مفهوم الحركة بنرتبط بمفهوم اسمه السرعة. هنتخيل ان انت زي ما انت كده قاعد قدام اللاب بتاعك او قدام الجهاز بتاعك بتتفرج على الفيديو، وفي واحد جنبك برضو بيتفرج معاك على الفيديو، وقررتوا دلوقتي ان انتوا تتسابقوا لحد نهاية الأوضة، وبدأتوا ان انتوا تتحركوا. زي ما قلنا حركة يعني ان انت بتغير موضعك مع مرور الزمن. تمام، فبدأتوا ان انت تتحرك انت وصديقك اللي قاعدين بتتفرجوا دلوقتي على الدرس، فخلاص هتقوموا تتحركوا، فانت سبقته. فانا عاوز اميز ما بين حركتك وما بين حركته، فبقول ايه؟ بقول ان انت اسرع من صديقك، وبقول ان صديقك ابطأ منك. فنشأ عندنا هنا مفهوم اسمه السرعة. مثلا تعالوا نشوف العربيتين اللي قدامنا دول، عربية بيضة وعربية حمراء في الطريق اللي قدامنا ده، او بنقول عليه المسار اللي قدامنا ده. العربيتين دول هيتحركوا على نفس الطريق. احنا لاحظنا انه العربية البيضة او السيارة البيضة استغرقت فترة زمنية ن1 ثانية. ن1 دي كأنها مثلا 2 ثانية او 3 ثانية او 4 ثانية، كأنها عدد معين من الثواني. تمام، هي عدد من الثواني عشان تمشي في الطريق ده او عشان تقطع هذا الطريق. والسيارة الحمراء استغرقت فترة زمنية قدرها ن2 ثانية. ن2 دي بتشير الى عدد معين من الثواني. هنا بقى هنستفيد من ن1 ون2. لاحظنا ان الفترة الزمنية ن1 اقل من الفترة الزمنية ن2.
كأن العربية البيضة مثلا قطعت الطريق ده في 7 ثواني بينما العربية الحمراء قطعته في 10 ثواني، تمام؟ وهنا نسأل سؤال، أي من السيارتين أسرع؟ طبعا السيارة البيضاء هي الأسرع. ليه؟ أصلها قطعت الطريق ده كله في 7 ثواني بس، والعربية الحمراء قطعته في 10 ثواني، يعني الفترة الزمنية نون واحد اللي هي الفترة اللي استغرقتها السيارة البيضاء عشان تقطع الطريق أقل من الفترة الزمنية اللي هي نون اتنين. إذا السرعة بتتوقف على مين؟ على الزمن، وده أول عامل. تعال نكمل في المثال، تعال نعيد المثال ده من الأول كده ونبدأهم كده من أول التراك، ونقول تعالي يا سيارة بيضة وتعالي سيارة الحمراء، وهنعمل سباق تاني. خلاص، طالما السيارة البيضة سبقت الحمراء في الأول، السيارتان هيتحركوا في مسارين مختلفين في الطول. الأولاني كان نفس الطريق نفس المسار، فالمسافة متساوية بس الزمن اللي اختلف، تمام؟ هنا السيارتين هيتحركوا في طريقين مختلفين، تمام؟ فالسيارة اللي قدامنا دي هتمشي على طريق طوله، السيارة الحمراء اللي قدامنا دي طوله فيه 1 متر، فيه 1 هي عدد من الأمتار، أما السيارة البيضاء سارت على طريق آخر أقصر، الطريق التاني ماله بتاع السيارة البيضاء أقصر وقدره فيه 2 متر، يعني عدد معين من الأمتار. السؤال بقى هنا هنلاحظ بقى إن السيارتان، تمام، قطعوا الطريقين في نفس الفترة الزمنية، وهنا هنلاقي السؤال، أي من السيارتين أسرع؟ يا عم انت مش بتقول ان هم قطعوا الطريقين في نفس الفترة يبقى الاتنين قد بعض؟ اقول لك لا استنى، ما هو طول الطريق كان مختلف، تمام؟ عندك السيارة البيضاء كانت بتمشي في طريق اقصر اقل، تمام، طوله اقل من طول مين؟ من طول الطريق اللي بتمشي عليه السيارة الحمراء، والاتنين وصلوا في نفس الوقت، يبقى مين الأسرع؟ أكيد الحمراء طبعا. ليه؟ أصلها قطعت الطريق طويل في حين إن التانية قطعت الطريق قصير وفي نفس الزمن، يبقى العامل التاني هنا هو مين؟ برافو عليك، هو المسافة. إذا هنطلع بقى ونستنتج مع بعض قانون السرعة من المثال اللي فات ده. طول المسار اللي هو المسافة والزمن اللازم هما عاملان أساسيان عشان نوصف الحركة، وهنا بتطلع عندنا كمية فيزيائية هامة جدا اسمها السرعة، بتساوي المسافة على الزمن، وبنرمز ليها بالرمز عين، بتساوي ف على نون. يعني إذا قطع جسم مسافة ف خلال فترة زمنية نون، فإن سرعة هذا الجسم خلال هذه الفترة تساوي ف على نون، أي أن السرعة هي المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن.